معرض الكتاب هو الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها. لو جينا نقول إن هو الوجهة الثقافية والحضارية لأدباء وكتاب مصر والوطن العربي من بداية دورته الأولى اللي انطلقت سنة 69 ولغاية دلوقتي، الناس بتستناه من السنة للسنة، وبيكون المشهد في معرض الكتاب زي ما نقول كده كرنفال ثقافي كبير. الناس بتكون متحمسة جدا وعندها استعدادات خاصة وطريقة خاصة بتزور بيها المعرض. المعرض كمان بيبقى عنده هو كمان استعدادات خاصة، بيبقى عنده بقى طريقة تنظيم فعاليات مختلفة، دور النشر اللي بتشارك، كمان بيبقى فيه تسهيلات بتتقدم للزوار، خصوصا المعرض السنة دي في نسخته الـ54 اللي هيكون فيه مفاجآت كتير، والأول مرة هتقدر إنك تتجول في المعرض بخاصية الميتافيرس ده بجانب الحجز الإلكتروني ومبادرة الثقافة والفن للجميع. تفاصيل كتير قوي معانا النهاردة في الحلقة، بينورنا وبيشرفنا في الاستوديو الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب. دكتور أحمد، سعداء بوجودك النهاردة معانا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، وأنا سعيد بوجودي مع حضراتكم. أبتدي بإيه ولا إيه ولا إيه؟ نبتدي بالشعار ولا نبتدي بخاصية الميتافيرس، ولا عايز تبتدي بإيه؟ الحقيقة خلينا نبتدي من 54 نقف عندها، 54 سنة من عمر المعرض. احنا بنتوقف أمام 54 سنة من عمر معرض هو الأكبر إقليميا على المستوى الإقليمي، واحد هو الأكبر عالميا على المستوى الجماهيري. ولما بنقول جماهيري ما بنقولش بس جماهير بشكل عادي، ده معناها ان في حالة وعي مصرية طول الوقت، في ثقافة منتشرة بين كل المصريين كلهم، ولذلك الثقة في رقم 54 رغم كل التحديات اللي بيمر بها العالم. نجد ان احنا عندنا 53 دولة، وربما يعني مع بداية افتتاح المعرض احنا لحد دلوقتي بنتلقى طلبات من دول عايزة تشارك معنا في الفعاليات الثقافية، مع ان البرنامج الثقافي قفل. دي لفتة مهمة. أرجع مع حضرتك للشعار. السنة دي اللجنة الثقافية في شهر أغسطس اختارت صلاح جاهين شخصية لمعرض الكتاب، وكامل كيلاني شخصية معرض الطفل. صلاح جاهين شاعر عامية مصري، فنان متعدد المواهب، لكن خلينا نقول إن الانحياز لفكرة العامية المصرية شوية، والإبداع في العامية المصرية، والانحياز للعامية مش لأنها بديلة عن اللغة الفصحى أو غيره، لا، ده تأكيد على أن الثقافة المصرية ثقافة متنوعة، والتنوع الثقافي المصري متجلي في اللغة، متجلي في اللهجة. والعامية المصرية الحقيقة احنا دايما شايفينها أن هي شيء جميل ولطيف، لكن هي واحدة من القوى الناعمة المصرية الحقيقية، بيعرفها كل الناس. لما بيتقابل اتنين ما يعني اللهجات بينهم مش مفهومة قوي بيتكلموا مصري، احنا دايما بنقول ده. في السنة دي احنا بنناقش كمان الهوية بكل تفاصيلها، ولذلك الشعار كان على اسم مصر، ولكن مع اسم مصر كل العالم يقرأ، فإذا قرأ سيفكر، إذا فكر سيبدع. العالم من خلال معرض الكتاب السنة دي هو ساحة ينضم إليها الضمير الإنساني كله. ده عظيم دكتور أحمد. على مدار كل هذه السنوات كل سنة بيكون فيها جديد، فاحنا عايزين نعرف إيه الجديد في المعرض في هذه النسخة. الحقيقة من بداية المعرض لحد الوقت الراهن المعرض بتطور، مر بمراحل تطور على مستوى الشكل، من وجوده في الجزيرة اللي هي الأوبرا لأرض المعارض في مدينة نصر، ثم بعد ذلك النقلة الحضارية اللي تمت في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات اللي هو الشريك الاستراتيجي للمعرض. ده كان تطور شكلي، لكن أيضا تطور على مستوى المضمون، أن تصل في هذه اللحظة إلى 1047 دار نشر مصرية عربية أجنبية، أيضا إلى هذا العدد المشارك من الدول، عدد الفعاليات الكتيرة، لكن كمان في أكتر من تطوير وجديد. واحد من الحاجات الجديدة في الفعاليات الثقافية مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا محور كامل لليوتيوبرز صناع المحتوى، يبقى في ندوات ليهم هيتفاعلوا بقى بشكل حقيقي، لسبب لان العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه يعني خلى الناس يبقى بينها اجتماع انساني لكن مش اجتماع حقيقي. احنا كمان عايزين الناس اللي بيعملوا محتوى عن طريق العالم الافتراضي. طب معلش نرجع لليوتيوبرز بس، هل في اختيار لنوعيه المحتوى ولا اي يوتيوبر ممكن يشارك؟ لا يوتيوبرز لا، اللي هم صناع المحتوى الثقافي. ليه؟ هنا الاختيار نوعي، لان طبعا
انت دلوقتي حضرتك لما بتحب تشتري اي حاجه تدخل على اليوتيوب تشوف مين المراجع للحاجه دي، سواء كان تليفون او سياره او حتى كتاب او غيره. فاللي مهتمين بالكتب احنا كمان محتاجين لهم ان هم يتفاعلوا مع الناس تفاعل حقيقي، وهم ليهم جمهورهم، تمام، وهم ما بيقلوش في نقل المعرفه عن اي وسيله اخرى، لان معرض الكتاب هو ما بيتكلمش على الكتاب الورقي بس، احنا بقينا بنتكلم على كل وسيله يمكن ان تسهم في نقل المعرفه، وده امر مهم جدا. وهرجع لاستخدام الكلمة معرفة مرة تانية. أنا لو رجعت للمعرض وشعاره وحتى التصميم لبوستر المعرض أو اللوحة ده كان مختار بعناية، يعني حتى يعني في جلسة تمت مع الدكتور أشرف رضا الفنان والأكاديمي المشهور من أجل الوقوف على تصميم البوستر ده. إحنا عايزين نقول إيه؟ إحنا عايزين الرسالة اللي عايزين نوصلها بالظبط. اي نهضه بتحصل لاي شعب من الشعوب لازم ترتكز على اسس وركائز اساسيه. ما ينفعش ان احنا نعمل هذه النهضه دون ان يكون لدينا الارتكاز على الهويه المصريه والحضاره المصريه اللي هي موجوده لحد دلوقتي. والحقيقه خليني اقول لكم هي مش شيفونيه ثقافيه خالص، بالعكس ده في قدر من الاعتزاز بهذه الثقافه وقدر من تثمين دورها على المستوى الانساني. ولذلك احنا يعني حضراتكم لو شفتوا البوستر هتلاقوا الهرم اللي بيخرج منه الكتب اللي هو المعرفه اللي جوه الهرم، لان الحضاره المصريه ابدا ما كانتش حضاره يعني هرم لوحده، الهرم ده وراه معرفه بنت هذا الهرم. الخرطوشه المصريه القديمه اللي اتكتب فيها نصف الشعار الاخر للمعرض دي علامه المعرفه عند المصري القديم. احنا عايزين نقول حتى استخدام الحروف العربيه، الخط العربي اللي موجود والارضيه البرديه نفسها، احنا عايزين نقول ان هذه ثقافه متنوعه، ثقافه ساريه ما زالت موجوده، واحنا لا نراهن ابدا على الوعي المصري لانه موجود. التأكيد على فكرة الهوية الثقافية المصرية خصوصا بقى مع دخول حاجات كتير ومؤثرات كتير، يعني تقنية الميتافيرس اللي موجودة، فكرة الفي ار اللي هيبقى موجود، فكرة البث يعني لايف للندوات اللي هتبقى موجودة، كل ده هندخل بقى في ايه؟ بنرسخ فكرة الهوية الثقافية المصرية ولا الهوية الثقافية الإلكترونية اللي هتبقى دخلناها كمان الوقت ده؟ العالم الإلكتروني هو وعاء حامل لمعرفة، يعني هي أدوات، مش هقول إن هو في ذاته مش هو الهوية خالص، ولكن التطوير اللي كان حصل في موضوع مثلا العالم الافتراضي ده بالنسبة للمنصة الرقمية للمعرض تمت مع كورونا لو حضراتكم تتذكروا. لما جت كورونا العالم كله توقف فجأة وبدأ يدور على حلول بديلة كيف يتواصل العالم مع نفسه. في معرض الكتاب الحقيقة مصر كانت رائدة في ان هي اقامت معرض الكتاب على المستوى الواقعي وعلى المستوى الافتراضي ايضا. اللي ما بيقدرش يتحرك هيقدر يشوف جولة افتراضية عن طريق المنصة الرقمية لمعرض القناة الدولي للكتاب. والمنصة دي بتتطور الان، والحقيقة موضوع الميتافيرس هو استشراف للمستقبل. احنا السنة دي احنا بنحاول نطور ان شاء الله ده الخطة المستقبلية بتاعتنا. الميتافيرس مش هيتطبق السنة دي في هذه الدورة، لكن إن شاء الله في بدءا من هذا العام هنحاول إن احنا نشتغل عليه بحيث إن هو يبقى موجود الجولة دي. عايز أرجع لفكرة العالم الرقمي. احنا لما فكرنا فيها وبعد كورونا بدأ في تطوير للفكرة دي، طب احنا عايزين نقدم إيه في العالم الرقمي؟ طيب كل دور النشر اللي موجودة معانا، هذه الدور هي طبعا احنا بنسمي المشاركة بتاعتها، لكنها بتشتغل على محتوى، سواء كان المحتوى ده مصري او محتوى عربي او محتوى عالمي، احنا بنشتغل على الفكر الانساني كله. وبالتالي ومرت صناعه النشر حتى هذه اللحظه بتعثرات عالميه. التعثرات لها علاقه بالازمات العالميه اللي احنا بنمر بها كلنا، فكان لابد ان احنا نفكر كيف يمكن ان احنا نستثمر معرض الكتاب علشان كمان المعرض يكون مساحه لصناعه النشر. عملنا البرنامج المهني للمعرض السنه اللي فاتت، بيتطور السنه دي، يعني جديد السنه دي للمعرض ان احنا عندنا برنامج مهني. برنامج مهني للدوره الثانيه مضاف اليه مؤتمرين، واحد على الملكيه الفكريه، واحد على الترجمه من اللغه العربيه الى اللغات الاخرى تحت عنوان جسر الحضاره. ناشرين من 18 دوله على مستوى العالم هيجوا يلتقوا مع الناشرين المصريين، يتكلموا عن العناوين الجديده، يترجموا من بعض ازاي بيع وشراء الحقوق، بالاضافه الى ورشات لصناعه النشر. وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك قيمة مضافة للمعرض هذا العام.
القيمة المضافة مش بس ان هو معرض جماهيري، مش بس ان هو نزهة ثقافية حقيقية، ولكن ايضا منصة حقيقية لصناعة النشر، لان الحقيقة الرياضة المصرية في هذا المجال رياضة راسخة ولابد ان تتطور سنة عن سنة ان شاء الله. عظيم. في النقطة دي تحديدا صناعة النشر، ازاي الهيئة بتتواصل مع الناشرين وايه التسهيلات كمان اللي بتقدمها للناشرين؟ يعني دايما حريصين على انه يكون في مصالح مشتركة لكل الاطراف. احنا طبعا الهدف من اقامة المعرض انه يكون في وعي، انه يكون في ثقافة، ان القارئ المصري دايما يكون على اطلاع بكل ما هو جديد، وان يكون في تبادل للثقافات من خلال وجود اجنحة لدول زي ما حضرتك ذكرت، ولسه في دول كمان عايزة تشارك في ندوات لكن للاسف الجدول خلاص انتهى او خلاص اكتمل. فأهمية ده ايه، او ازاي احنا بنتواصل كمان مع دور النشر؟ الحقيقة العمل في المعرض بيتم على مدار السنة، مش مجرد ان هو عمل يسبق المعرض بشهر او اتنين. بالنسبة لدور النشر، تاريخ المعرض نفسه اصبح مهم جدا بالنسبة لدور النشر. في ثقة في الجمهور المصري على الرغم من كل شيء، يعني حتى انا لما بسمع دلوقتي من بعض الناس يقول لك اصل اسعار الكتب هتبقى غالية، ما حدش هيقدر يشتري الكتب الخ، كل ده بالنسبة لي يعني عايز أقول أن الجمهور المصري هيعكس الأمر بشكل مختلف تماما. أولا الناشرين قدموا مبادرات لتخفيضات كويسة جدا للكتب، الناشرين المصريين الناشرين العرب، بالإضافة للمؤسسات الحكومية المصرية زي الهيئة المصرية للعمل الكتاب والهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، بالإضافة لكل الأطراف المشاركة معنا. كمان انضمام مؤسسات الدولة لينا حتى لو لم تكن معنية بالنشر، ده بيقول رسالة مهمة جدا ان الثقافة لها أزرع متنوعة ولها أشكال متنوعة. يعني احنا النهاردة بقى في خريطة ذهنية عند اللي بيزور المعرض، عنده خريطة ذهنية ان هو بيروح صالة العرض اللي هي صالة 3، يتفرج على الهيئة المصرية لعمل الكتاب، جناح وزارة الدفاع، جناح الداخلية، جناح هيئة الرقابة الإدارية، دولة ضيف الشرف اللي هي الأردن، وبعدين المؤسسات العربية اللي موجودة معانا، الوزارات المصرية المشاركة زي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ووزارة الشباب، أنا مش عايز أنسى حد طبعا. بالمناسبة حياة كريمة موجودة معانا السنة دي بجناح في صالة العرض الرئيسية، وإن شاء الله يعني هيكون عندهم حملة توعوية كبيرة جدا بهذا المشروع التنموي الرائد عالميا. فإذا معرض الكتاب الحقيقة احنا بنتكلم عن حالة ثقافية خلال 13 يوم، حالة ثقافية كلنا بنستناها، كلنا لينا ذكريات معاها زي ما كنا بنتكلم قبل ما ندخل بالظبط. احنا عايزين نعرف ذكرياتك انت بقى معاها، يعني دلوقتي انت رئيس الهيئة فاكيد كان ليك ذكريات مع معرض الكتاب. الحقيقة معرض الكتاب بالنسبة لي كانت اول زيارة كانت سنة 99، اول سنة جيت فيها الجامعة. انت ما كنتش قاهري يا دكتور؟ ما كنتش قاهري، انا ابن قرية في محافظة كفر الشيخ، وأول ما جيت الجامعة كنت صادف أن أنا كنت ساكن قريب من معرض الكتاب، ولأني نشأت في بيت نصه مكتبة حقيقة، وقريت في المكتبة دي وأنا صغير بقى الكليلة ودمنة وحاجات لنجيب محفوظ وحسين عبد القدوس وغيره، فكان بالنسبة لي شراء الكتب ده أمر فيه قدر من الشغف. فأول نواكة وانتهى لمكتبتي أنا الخاصة كانت من معرض القرية الدولي للكتاب، وكان في الوقت ده موافق لامتحانات نص السنة، لكن الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوفق بين الزيارة وبين المعرض. اكيد. طب دكتور لو جينا نقول ان كل واحد له مكان في معرض الكتاب السنة دي، اللي مش مهتم قوي بالقراءة هيروح وهينبسط برضو لانه هيلاقي فعاليات ثقافية وهيلاقي عروض فنية وهيلاقي صالة كاملة مخصصة للطفل يمكن كانت موجودة السنة اللي فاتت ولكن السنة دي حاصل فيها شغل مختلف وجديد. فكرة تخصيص قاعة كاملة للأطفال من أول سن كام أقدر أخد ولادي وأروح بيهم علشان أربطهم بمعرض الكتاب؟ من أول سن 4 سنوات وثلاث سنوات كمان، يعني على حسب الإدراك. في الفعاليات بتكلمهم وتخاطب سنهم، ورشات فنية، ورشات للرسم، ورشات للحرف التقليدية، عروض فنية ليهم كمان هتبقى موجودة، عروض حكي ورشات للحكي مش من بس من مصر، من مصر ومن بقية الدول العربية. حكواتي تاني؟ أه طبعا. يعني ده بالنسبة للطفل. قاعة 5 فيها ساحة في منتصف القاعة دي كلها ورشات للأطفال وساحة فنية ليهم وساحة تثقيفية ليهم، وهي القاعة اللي موجود فيها كل ناشري كتب الأطفال اللي موجودين معانا، وهم موجودين طبعا من مصر ومن خارج مصر، وهم إن شاء الله هيكون برضو ليهم عروض ترويجية كبيرة جدا أثناء المعرض. بالنسبة لكل الشرائح هيبقى في عروض فنية طبعا، وعروض فنية على مستوى ان هي تبقى عروض احنا بنسميها عروض في الشارع المفتوح، يعني عروض تفاعلية مع الناس تبقى موجودة حتى في البرنامج الثقافي. ان شاء الله مش هيبقى برنامج، هيبقى في حاجات غير نمطية،
لان زي ما قلت لحضراتكم ان الثقافه مش فكره ان انا بس قاعد اقرا كتاب. الثقافه مجموعه من العناصر اللي احنا بنعيشها كلنا ولها اشكال كتيره. فهنشوف ان شاء الله في الندوات هنشوف صالون ثقافي، هنشوف صالون شعري، هنشوف قاعة لفكر وإبداع بيناقش فيها جديد الكتب اللي موجودة تمام، سواء كان من كتاب ومفكرين ورموز مجتمع مدني، لقاءات فكرية معهم، كمان محاور لمناقشة صلاح جاهين وكامل كيلاني اللي هما شخصيتين المعرض. أتمنى إن شاء الله إن هي تبقى دورة ثرية تضيف لعمر وتاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب إن شاء الله. طب بالنسبة للفعاليات، هل تابعنا خلال الكام سنة اللي فاتوا نسبة إقبال الجمهور على هذه الفعاليات، فنكثف مثلا من الفعاليات الفنية لأن في إقبال عليها أو كده؟ الحقيقه كان في بعض الندوات اللي انت ممكن حضرتك وانت ماشي تقول العنوان ده صعب محدش هيحضره، ثم تفاجئ بعد ذلك من ربع ساعه وتلاقي الجمهور يعني كثيف في هذه الندوه. ليه؟ لان هنا ده اللي انا بقوله لسعادتك، وعي الجمهور المصري لا يمكن المراهنه عليه. لان الحقيقه لو جيت سالت اي ناشر عربي قلت له هتروح معرض القاهرة الدولي للكتاب ولا تروح اي معرض تاني، لو هما الاثنين في نفس التوقيت يقول لك لا اروح معرض القاهرة الدولي للكتاب. تاريخ وايضا ثقه في ان المتلقي المصري هنا جمهور حقيقي. حضرتك لما نيجي نتكلم عن الجمهور انا بتكلم في كورونا 2.5 مليون، في غير كورونا من 3.5 ل 4 مليون، يعني ده تعداد دول. يعني حقيقه اكيد. طيب طرق مختلفه لاي حد جاي من اي مكان بنسهل له الطريق، يعني احنا الفترة اللي جاية دي الطريق إلى التجمع أو الطريق إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في التجمع الخامس، فزي ما تابعته من خلال التقرير وأعتقد إن دي حاجة مهمة جدا يا دكتور، احنا نوفر للناس وسيلة الانتقال، وسيلة مجانية كمان للانتقال. يعني احنا بنوفر وسائل مواصلات، والحقيقة لابد أن أشيد بدور محافظة القاهرة في الدعم منذ انتقال المعرض في الدورة الأولى للدورة الخمسين اللي هو اليوبيل الذهبي لحد اللحظة دي. محافظة القاهرة داعم أساسي لنقل الجمهور، في حوالي 57 أتوبيس موجودين بالفعل من محافظة القاهرة أثناء فترة المعرض للمعرض نفسه من الميادين وبأسعار رمزية بالنسبة لوسائل المواصلات الآن، بالإضافة إلى أن زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط اللي هي المارة بالمعرض لتقليل زمن التقاطر. الدور اللي بتقوم به محافظة القاهرة بيعكس فكرة أن في مؤسسات دولة كتيرة جدا بتتضافر لإنجاح هذا الحدث، ولازم نوجه لها الشكر. مؤسسات الدولة سواء كانت المشاركة معنا أو حتى مؤسسات الدولة اللي موجودة، محافظة القاهرة، مركز مصر للمؤتمرات والمعارض، الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات اللي هي المنصة الرقمية للمعرض، بالإضافة إلى الوزارات، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية اللي قايمة معنا بمجهود كبير جدا للمعرض، وهيئة الرقابة الإدارية غيرها، مش عايز أنسى حد من الوزارات، لكن احنا بنتحدث حدث قومي حقيقة أكيد.